مساء الفل، مساء الجمال، مساء الصحة والجمال. وحشتوني جدا جدا. عايزة اقول لكم طبعا ان انتوا عارفين شعارنا كالعادة هو فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة. بس انا عايزة اوضح لكم حاجة يا جماعة، ان البرنامج ده اسمه فكرة علشان انا بعرض فكرة كل بني ادم عن كل حاجة، كل حاجة جديدة. اي حد عنده فكرة بيبقى عايز يكبرها ويعلنها ويوضحها للناس تظهر للنور. اي حد عنده فكرة لسه جديدة حتى ما اتعملتش وعايز يوصلها لنا ويوصلها للناس برضو. عشان كده انا حبيت ان انا اسمي البرنامج ده فكرة، عشان نطور من نفسنا وعشان نفكر وعشان نبدأ وعشان حاجات كتير. وبما ان طبعا البرنامج اسمه فكرة، فانا حبيت ان انا اتواصل. زي ما انا قلت لكم هيظهر طبعا الفيسبوك بتاعنا، وهيظهر الرقم الشخصي بتاعي لاي حد عايز يوصل فكرته، عايز يوصل شغله. عايزه اقول لكم ان اول حاجه خالص، قبل طبعا ما اقدم ضيفتنا النهارده، معانا النهارده جروب حلو قوي اسمه لابيلا. هو طبعا عجبني جدا الاسم، يعني هو لوحده كده دلع. لابيلا دي صاحبته اسمها رضوى، حبت طبعا توصل لكم شغلها، وحبت توصل لكم اسعارها حلوه جدا. هي بتبتدي يا جماعه من 50 جنيه ل 150 جنيه. اسعارها طبعا يعني في المتناول، مش الحاجات الغاليه. عايزه اقول لكم ان هي بعتت لي الجاكيت اللي انا لابساه ده، عايزه اقول لكم بيدفي يعني كويس جدا. تسلم ايديها. طبعا حبيت برضو اوريكم حاجه كده من شغلها معانا. بصوا البلوفر ده معانا النهارده، طبعا هو طويل وحلو قوي، برضو خامته تقيله زي الحاجه اللي انا لابساها بالظبط كده. فانا عايزاكم تتواصلوا معاها طبعا، وهي برضو من خلال البرنامج حابه توصل لكم زي ما انا قلت لكم صوتها. رقمها وشغلها هيوصل زي ما انتم شايفين كده معروض على الشاشه. بجد يا جماعه حاجتها جميله جدا، والخامه كويسه جدا. فهي طبعا من خلال فكرة عجبتها برضو اسم البرنامج، وقالت لي مروة ان هي عايزة توصل فكرتها عن طريقنا. فانا حبيت اعرض لكم التواصل طبعا برضو معاها، هيبان لكم على الشاشة زي ما انتم شايفين ارقامها والفيسبوك بتاعها وكل حاجة. وعايزة كمان اقول لكم حاجة، ان احنا بندعم كل الافكار يا جماعة المختلفة. تاني حاجة بقى، هي معلش يعني مش حاجة شخصانة كده، بس هي برضو زميلة ليا، واحدة انا اعرفها من زمان. هي بقى بتعمل ايه معانا؟ بتبيع اللي هو البراندات اللي هي الستوك. عايزة اقول لكم دي بقى اسعارها جميلة جدا. عايزة اقول لكم طبعا ان عشان برضو البرنامج اسمه فكرة يا جماعة، فانا حابة قبل برضو ما اعرض حاجتها اقول لكم، اي حد عايز يوصل فكرته، يوصل شغله، عايز نعمل له اعلان. انا اساسا عاملاها فكره علشان الدعايه والاعلان، فكره علشان الشغل الجديد، فكره عشان اللي لسه معرفش يفتح حاجه كبيره بيوتي سنتر، معرفش يفتح حاجه تكون واصله للناس، يوصلها عن طريق التلفزيون، عن طريق الجماهير. زي ما انتم شايفين هي اسمها ماريهان، تمام. برضو بص، هو الاسامي النهارده حلوه جدا، يعني الجاكيت ده بتاعها حلو قوي. هو يعني كان نفسي طبعا يكون على المانيكين عشان يبان لكم، بس بصراحه برضو هي يعني حبت توصل الفكره. شغلها برضو هيبان، وانا بعرض لكم الحاجه ورقم التليفون بتاعها. هي يا جماعه بجد يعني هي لسه بادئه جديد، بس هي حلوه قوي. واحلى حاجه ان هو براندات زي ما انتم شايفين، زي شايفين هو ده بيكون يعني هو قصير من قدام طويل من ورا، ده تحفة طبعا. حتى يا جماعة الناس المحجبين ممكن يلبسوه تحتي شميس طويل. فبصراحة ده عجبني قوي، هو البراند بتاعه. هي كمان كاتبة على فكرة على الحاجة بتاعتها ماريهان فاروق، تمام. البراند بتاعه كمان ده زورا. فهي احلى حاجة، انا بصراحة من الناس اللي برشح موضوع البراندات اللي هي بتبقى ستوك دي، عشان مش غالية قوي على الناس. وعلى فكرة يا جماعة، انا لما بقبل ان انا اوصل اعلان هنا في البرنامج، مش بقبل الحاجات الغالية، ومش بقبل الحاجات اللي هي بتكون اسعارها فوق قوي. بالعكس، انا عايزة اوصل الحاجة اللي هي بتكون اسعارها كويسة جدا بتكون. وبنكون طبعا عايزين برضو نشجع الصناعة المصرية. فعشان كده بصراحة انا من خلال البرنامج ده هرجع اقول لكم بوصل افكارهم ليكم. طيب دلوقتي بقى
معلش لو كنت طولت عليكم. عايزة بقى يا جماعة في أول كده فقرة لينا النهاردة بعينا برضو خبير التجميل، هي ابتدت مشوارها يعني مش من كتير، هي هتحكي لكم بالظبط القصة كلها. هسيب طبعا ليها المايك، بس هي بتعمل حاجات كتير جدا ومتخصصة في الشعر. هي طبعا معانا الأستاذة نيلي الجندي، اهلا معلش أنا بيكي، أسفة. اهلا بيكي إزاي حبيبتي، حضرتك اهلا عاملة إيه؟ بيكي يا استاذة معلش مروة. طولنا شوية. طبعا انت عارفه يعني احنا معلش طولنا عشان برضه يعني بنوصل للناس افكارهم زي ما احنا عايزين نوصل فكرتك وشغلك. ابتدلنا بقى كده وعرفي بقى للناس والجمهور بقى نفسك وشغلك وكل حاجه انت عايزه تقوليها. دلي محمود الجندي، شغاله بقالي 5 سنين في علي مجال صوتك شويه. شغاله بقالي 5 سنين في مجال الشعر، بوتكس، ترميم، جيلاتين، كل انواع الشعر. ف ابتديتي طيب من الموضوع ده بقالي ازاي؟ 5 سنين ايوه ابتديتيه ازاي؟ يعني كنت شغاله مع حد، وبعد كده ابتديت ان انا اعمل صفحه لوحدي وشغل لوحدي، وطورت من شغلي. طيب انت كنت بتحكي معايا قبل البرنامج لما انت كنت بتقولي لي ان انت في الاول اشتغلتي مع حد صح، وبعدين الموضوع مشي معاكي ان انت حبيتي تنفصلي صح؟ حبيت ان انا اشتغل وحضرتك لوحدي. اونلاين برضو صح، اونلاين. مش عندك بيوتي سنتر؟ لا لا لا، هرجع برضو واقول لكم لاخر مره انا جبتها برضو عشان توصل فكرتها وشغلها، عشان انا بشوف شويه ان اصحاب البيوتي سنتر، اصحاب المحلات الكبيره، اصحاب اي حاجه بيعرفوا يا جماعه يعلنوا لنفسهم، انما اصحاب الافكار الصغيره دي هم اللي محتاجين يتشافوا للناس. طيب هنبتدي بقى معانا في شغلك كده، انت بتعملي بوتكس، بتعملي فيلر، بتعملي ايه تاني؟ كملي ترميم وجيلاتين صح. وبروتين كده يعني. طيب كلمينا بقى كده عن حاجة حاجة. البوتكس البوتكس اتفضلي. بيفرد الشعور اللي هي الأطفال والحوامل والشعور التالفة المصبوغة بنسبة 50-60%، بيدي نتيجة أحسن، بيبقى عشان في طراوة للشعر المصبوغ، بيبقى بيدي ترطيب أعلى من البروتين كمان. طيب هما طبعا عايزين يا جماعة تعرضوا بس صور الشغل بتاعها عشان عايزة كده استفسر منها على كذا حاجة. انا طبعا سألتك قلتلك قبل كده وهسألك تاني قدام الناس، هو لسه في ناس بتستعمل البوتكس؟ مش المفروض فيه بروتين طلع؟ لا لا، لسه في بوتكس بنستعمله مع برضو ممكن يعني بنسبة مع طب الصور اهي يا استاذة نيلي، بصي بقى عايزاكي بقى كده تقوليلي. دوت شغل برضو الشعر مصبوغ، عاملاه بوتكس مع فيلر الاثنين. بوتكس مع فيلر، هو كده مش بيبقى جهد او لا مجهود لا على لا، الشعر الفيلر جامد؟ اصلا بيتعمل بيبقى برضو فيه ترطيب عالي، وبيبقى مخصص للشعور اللي هي الخفيفة، وللشعور اللي هي اللي فتلتها ضعيفة برضو، نفس استاذه فكرة نيلي هو البوتوكس دي. الشعر انا ملاحظه ان هو بيبقى فاتح، ولا انت عامله فيه صبغه في الصوره اللي كانت قبل كده؟ لا، هي البروتين اصلا والفيلر واي معالجات حرارية لما بتحطي بيبقى فيها احماض امينية بتغير اللون مع المكوى، فبتلاقيها اللون غير معاكي. طيب اوكي. تاني صورة ده. ده الشعر افريقي برضو، استخدمت له بروتين مع نسبة فيلر برضو الاثنين. بروتين مع نسبة فيلر. تمام، يعني احنا دلوقتي لما بندخل حاجتين مع بعض عادي ده مش اجهاد على الشعر لا لا لا، زي ما انا بقولك؟ لان البروتينات في بروتين انواع بروتينات علاجية فيها يعني نسبة العلاج اكتر، وبيبقى فيها نسبة 17 من انواع الزيوت واعشاب وفيتامينات، فبتعمل تقوية مع الشعر برضو مع البوتكس، بيدي ترطيب برضو البوتكس برضو معي. طيب ودي وده شعر افريقي ومصبوغ الاثنين، يعني فتلته خشنه جدا ومحتاج ان هو بروتين. البروتين بيدي نسبه، بيفرد جميع انواع الشعور مع البوتكس برضه، حاطه بروتين مع بوتكس. طيب بصي بقى يا جماعه نقف كده عند الصوره دي بقى، بس انا عايز استفسر كده منك على حاجه، قولي لي بقى كده وقولي للجمهور ايه الفرق بين البوتكس والبروتين والفيلر؟ البروتين احماضه الاحماض الامنيه بتاعته عاليه، بيفرد جميع انواع الشعر، والبوتكس بيفرد بنسبة 50-60%، وبيتعمل للأطفال، مخصص للأطفال ومخصص للحوامل وكده، فبتحطي نسبة مع نسبة، بتعمل ميكس كده، بتفرد جميع أنواع الشعر، بتدي ما بين الترطيب وما بين الفرد. على فكرة يا جماعة أنا عايزة أقول لكم إن أستاذة نيلي على فكرة عملت لي فيلر بصراحة تسلم إيديها حلو جدا، بس أنا يعني في كده شوية حاجات بصراحة قلت لها أنا استفسر منك بقى عنها في البرنامج بصراحة، لأن أنا اللي كنت أعرفه زي ما أنا بقول لك إن أقدم حاجة البوتكس، أنا نفسي استغربت قلت لك هو لسه في ناس بتعمل بوتكس؟ لا، في برندات كمان عاليه جدا بيضيفوا فيها انواع زيوت وانواع مخصصه واعشاب وفيتامينات بتقوي الشعر، وبتعمل معالجه للشعر كمان، مش فرد طيب بس. انا في ناس كانت بتقول او انا اسمع يعني طبعا عايز استفسر على الموضوع ده من حضرتك، ان موضوع يقولك ان انت لما بتعملي الفيلر
او البوتكس او البروتين لازم تحطي سيروم عشان الشعر ما يعرقش. لا طبعا بدم بيقولك الشعر لو يعني لو الشعر بدأ يعني بدأ يبقى السيروم فيه عرق يتحط بعد او كده بيقولك بيبوظ، بيبتدي بعد البروتين؟ بعد البروتين او البوتكس او الفيلر. لا لا ما عادي بندهن سيروم اصلا او كريم طبي بعد ماشي البروتين. اوكي، بس موضوع ان الشعر فعلا لو لما بيبتدي يعرق بيبتدي المادة اللي هي بتبقى في الشعر دي لا سواء لا لا بوتكس سواء بروتين. لا بدم معمولة صح بتطبيق صح ومنتج صح عمرها ما تبوظ الشعر خالص. طيب بصي بقى كلميني عن موضوع الشعر اللي بينزل تاني، هرجع يعني بصي يا تساقط جماعه انا الشعر بستفسر الموضوع ده. طب امتى البروتين ينزل الشعر؟ امتى البروتين؟ ناس كتير بتعمل بروتين، ناس كتير بتعمل بوتكس، ناس كتير بتعمل فيلر وبعديها الشعر كله بينزل، ايه السبب؟ لما الشعرية أصلا بيبقى فيها نسبة تساقط من الأول، فطبيعي لازم نفحص الشعرية من الأول، يعني لازم نشوفها إذا كان فيها تساقط أو قشرة أو أي حاجة، فرد كيميائي قبل كده عاملة فرد، ونفحص الشعر وبعد كده نبتدي نطبق صح. لو هي راحت لحد متخصص بروفيشنال في البروتين اكيد برضو هيفحص الشعرية من الاول، هيعرف اذا كان فيها ايه. يعني انت حضرتك قبل ما بتروحي او وانت عند زبونه مثلا جايه لك بتشوفي الاول شعرها؟ يعني انت ممكن ما تعملهاش مثلا لو انت رايحه؟ لا لا مش بعمل اي شعر فيه تساقط، لو اي شعر فيه تساقط قبل ما بعملوش طب الا ليه؟ لما ما هو انا اللي اسمعه اصلا ان البروتين او الفيلر بيعالج الشعر. ما هو بيعالج، بس انا ما احطش حمل عليه على شعر متساقط يبقى يحصل تساقط اكتر، لازم اعالج الاساس الاول. طب والشعور اللي بلاقي فيها فراغات وبرده بلاقي ناس بيعملوا عادي فيلر وبروتين اللي هي فيها تساقط ما هو بيبقى فيها فراغات بيحصل، اصلا؟ اللي فيها فراغات دي حاجة تانية ممكن بقى تتعالج بعد كده ببخاخات انبات، في بخاخات بتتباع في الصيدلات للانبات، ممكن تعمل معالجة مع الفرد عادي، لكن لما يبقى فيه تساقط من الاساس لازم التساقط اصلا يتعالج 100% وبعد كده تبتدي تعمل بروتين. طيب ما انا عايزاكي بقى كده بصي يا جماعه، بس لو بقيه الصور بس عايزاكي تكلمينا الاول قبل ما يجيبوا بقيه الصور عن موضوع ازاي اجهز بقى تجهيز الشعر قبل البروتين، قبل البوتكس، قبل كل يعني قبل اي حاجه بتعمليها، ايه الحاجات اللي انت يعني بتستخدميها او بتجهزي لها او المفروض ان انت بتعمليها للشعر؟ ابدا مبدا خالص اي معالجات حراريه زي الترميم او الجيلاتين او البوتكس، كل الحاجات دي بتتعالج بالحراره، فلازم الاول اكون مجهزه الشعر قبلها. طب معلش انا اسفه لو هوقفك، اتفضلي. موضوع الجيلاتين ده ايه؟ الجيلاتين برضو تقنيه زي الترميم، بيبقى فيه برضو معالجات ويعني حاجات كيميائيه عاملينها برضو بحيث ان ترطيبه يبقى اعلى. طب انا هقول لك حاجه دلوقتي، انت لو زبون جاي لك وقال لك انا عايزه اعمل احلى حاجه، ايه تنصحيه بايه احلى حاجه؟ احلى مش احلى حاجه، اشوف حاله الشعريه الاول اذا كانت مصبوغه تلفه فيها يعني مثلا عامله فرد كيميائي زي جليت ماشي، زي ما انا عايزاكي بقى تقولي للجمهور امتى الواحده المفروض تعمل بوتكس، امتى المفروض بتعمل بروتين، امتى المفروض بتعمل جيلاتين، يعني انا عايزاكي امتى بقى توضحي كل حاجه. الطفله مثلا لو طفله بحط لها بوتكس، نسبه البوتكس فيها اعلى، لكن لو حد كبير بحط بروتين مع فيلر الاثنين مع بعض. لو طيب. شعري مصبوغ برضو بضيف فيلر، الفيلر فيه ترطيب عالي هو والبوتكس. طيب موضوع الكولاجين برضو زيه زي الترميم، بنضيف برضو نسبة منه كده بيدي ترطيب وطراوة للشعر، واللمعة، اللمعة دي بتلاقيها من الكولاجين والترميم الاتنين مع بعض. بس ايه اكتر حاجة بتدي يعني بتكون مفيدة للشعر انت تنصحي بيها؟ كحاجة مفيدة للشعر ان هي نحافظ على شعرنا بعد اللي هو لا مش البروتين. فاهماني، ايه اكتر حاجه مفيده للشعرايه عموما من البروتين، بالنسبة البوتكس، الحاجات اللي انت ما بتعمليها هي كلها بتفضليها اهم ايه؟ حاجة، في برندات بتبقى عالية في الحاجات دي كلها، البرندات دي بتبقى يعني شركات كتيرة عاملاها بتبقى خلطة فيها نسبة زيوت عالية ومعالجات كتيرة، وفي بروتين من غير علاج، فاحنا بنختار المنتج الصح، يعني المتخصصه اللي هي بتشتغل بتعرف اذا كان البراند ده حلو او وحش، فبيبقى معالج وفرد الاتنين مع بعض. طيب قولي لنا بقى كده النصايح، معلش ان احنا هنكمل النصايح اللي انا قلت لك عليها، قبل اي حاجه بتعمليها بتنصحي الناس ان ايه اللي بيحصل؟ يعني قبلها بشهر خالص قبل ما نعمل لازم نفحص الشعريه اذا كانت معموله حنه فرد، لا لو كانت معموله حنه طبيعيه من عند العطار دي لا، المفروض الحاجات دي قبلها بست شهور او سنه تتمنع الحنه. شفتي اهو، ما هو بصوا بقى يا جماعه، علشان واحده ممكن تبقى عامله اصلا حاجات غلط في شعرها وتيجي تجيب واحده مثلا وتعمل بروتين او اي حاجه معالجه وتيجي تقول لك انا شعري نزل كله، وهي اصلا بتبقى هي السبب، يعني مش اللي قدامها اللي جت عملت لها شعرها، لا هي السبب، تيجي تقول لك ده البروتين نزل لي شعري، ده البوتكس مش عارف ايه، ده اللي انا بتكلم فيه.
لا ما هو احنا بنختار المنتج الصح للشعريه اللي هي اللي معموله الحاجات دي، والحنه والصبغه الاثنين ما ينفعش. البروتين بيثبت على شعريه خاليه تماما من الزيوت، ما يكونش فيها الشعر زيت او حنه او حنه فرد، الثلاثه وحنه الفرد اخص، هي والحنه الحنه العاديه دول لازم قبلها بسنه يتمنعوا نهائي. هو موضوع الحنة ده أصلا مفيد للشعر فعلا؟ هي الحنه دلوقتي اصلا اللي كاعشاب بيضيفوا عليها حاجات، يعني مش بتبقى اصلا اصليه الحنه الطبيعيه دي، وبتعمل عازل للبروتين، فالبروتين ما بيمتصش يعني المعالجات اللي فيه ما بتمتصش في الشعريه نفسها، فبتعزل البروتين نهائي عن الشعر، ما بتخليش العلاج يوصل للشعريه نفسها. لازم سنه كامله نمنع الحاجات دي، ونبتدي بقى نغسل شعرنا كل يوم، نمنع الزيوت نهائي قبلها بفتره، ونبتدي بقى نجهز الشعرية، احنا غسيل بس قبليها ونبدأ. حضرتك قلتي بشهر صح؟ اه قبلها بشهر. طيب، انت دلوقتي عملتي سواء البروتين او البوتكس او اي حاجة، ايه بقى الاجراءات اللي المفروض نتبعها بعد كده عشان نحافظ على الشعر لمدة اطول يعني يا ماما؟ بنستخدم مجموعة خالية تماما من سلفات اللي هي الصوديوم، اللي التلات شامبو بلسم وسيرم او كريم طبي، ما نستخدمش اي زيوت نهائي، وما نستخدمش ميه سخنه قوي قوي، يعني الشاور بيبقى بميه دافيه خالص علشان الشعريه ما تتقصفش بعد كده، ونمنع الزيوت نهائي، ونمنع اللي هي البيبي ليس، ما فيش بيبي ليس خالص، خلاص بقى انا الحراره. الشعر اصلا بقى نايم، هنستخدم البيبي ليس ليه لا اساسا؟ في ناس بتحب برضو يعني تكوي اللي هي الايه الروتس، الجذور، الحاجات اللي هي زي دي، فبتمنع برضو اللي ايه ان الحراره بتاثر، حتى الميه السخنه بتاثر على الشعر العادي اللي هو مش معمول بروتين، فيعني نمنع الحاجات دي خالص قبلها برضه بعدها برضه. طب وغسيل الشعر كل يوم؟ إيه لا هو الشعر كمان بيبقى مرتين في الاسبوع، يعني مره او مرتين، اه ما اكتر من كده بيبقاش لا. اكتر من كده، وممنوع نحط يعني ناخد شاور ما نحطش فيه اي الشعر اي توكه، إيه ما ننامش بيه وهو مبلول، ما نحطش طرحه عليه وهو مبلول، ينشف تماما، وبعد كده نبتدي نسرحه يعني طب نحط فيه حمامات توكه. الكريم بتأثر فيه ولا برضو لا ده هي كويسة ليه؟ لازم، لا دي حاجة كويسة، حمام كريم مرتين ثلاثة في الأسبوع عشان يدي ترطيب عالي للشعرية، والشعرية تبقى على طول دايما فيها ترطيب، ما تتقطمش أو تتقصف بعد كده، تجف وتنشف، عشان البروتين يدي على طول فيها لمعة، يفضل في لمعة في دايما يعني. طيب كمان انا عرفت ان انتي بتعملي موضوع الخلايا الخلايا الجذعية، كلمي بقى كده الجمهور ما هي عنه. الخلايا الجذعية دي عبارة عن جلسات، الجلسة بنحط الخلايا الجذعية بنفضيها في مية وندوبها، ونقوم عاملين الشعر زي كأننا بنصبغه كده، بنحط على الجذور والأطراف وكل حاجة طب الناس بتعمل الموضوع ده ليه؟ للتساقط، واللي هو الترطيب الشعرية نفسها بيبقى مفيد جدا لتساقط الشعر. يعني هو مش زي بقى البروتين، مش بيفرد الشعر وبينعمه وكده، هو لا بس لا لا بيبقى بيدي ترطيب ويمنع التساقط. بيمنع التساقط. اه يعني لو حد عنده فراغات بقى زي ما انا كنت بقولك الموضوع ده. طب هي الجلسة دي بتبقى كل قد ايه؟ يعني مرة كل 3 أسابيع أو شهر، لو حتى داومتي عليها لمدة مثلا شهرين أو 3 بتجيب نتيجة كويسة أوي. طيب عايزين بس يا جماعة نعرض شغلها كده عشان بس نتكلم عن صورة صورة لو سمحتوا. طيب كنت هقول لك ايه، طيب قولي لي تنصحي الناس ايه اللي شعرها بيتساقط؟ اللي شعرها بيتساقط تعالجه الاول، في امبولات وفي فيتامينات وحاجات زي كده، بتاخد من 3 لـ6 شهور يعني جلسات وكده، من 3 لـ6 شهور. طيب كلمينا يلا شوية، ايه يعني خلاص كده كلامك خلص، قولي نصايح للناس عن الشعر، قولي عايزة هو تقولي ايه على موضوع الفيلر، موضوع البروتين. الفيلر هو برضو تقنية جديدة بالنسبة اللي هي الشعر الخفيف خالص، الشعر الخفيف هو بيملى الفراغات، بيملى الشعرايه، بيدي سمك للشعرايه، فبنصح بيه الشعر الخفيف تقوم عامله منتج اللي هو الفيلر، بيدي فوليوم للشعر صح؟ ايه بيدي بيدي فوليوم فوليوم للشعر، للشعر. وبيخلي سمك الشعريه اضخم، يعني لو حبه الشعر حبه صغيرين لو عملت تحس ان شعرها اتملى، بيملى الفراغات اللي في الشعر. طب قولي لي بقى، انت قلتي الاطفال لو طفله عايزه بتعمل انت بتنصحيها بايه؟ لو واحده عايزه تعمل لطفلتها. هو مثلا الاطفال بنبتدي مثلا من 8 سنين، مش قبل كده، ما بقبلش قبل 8 سنين، يعني 8 سنين تبتدي تعمل لها، وتزود الترميم والبوتكس والحاجات دي اللي هي ما تضرش اكتر يعني.
طيب قبل ما نختم بقى، عايزاكي تقولي كده نصايح الناس مبدئيا يا جماعه. طبعا هو هيظهر عندكم او اكيد ظهر يعني على الشاشه ارقام الاستاذه نيليا، وعلى فكره اسعارها كويسه جدا بجد، مش يعني انا كمروه يعني بشكر فيها بجد، وهي بني ادمه محترمه جدا. ربنا يخليك يا استاذه فعايزاكي بقى مروه. تدي للناس كده نصايح كده في الاخر خالص كده واحنا بنختم. النصايح اللي هي لازم الشعر حتى لو معمول فرد او اي حاجه لازم يتمشط كل يوم، اصحى كل يوم اسرح شعري علشان المسام بتاعه الفروه تقوم يعني تتظبط كده، مش شرط ان انا ابقى عامله شعري يبقى لازم المسام تتظبط بس. تمام، وايه تاني؟ وحمامات كريم بقى للشعر مره لمرتين ثلاثه في الاسبوع وبس كده خلاص. طيب لو حد جالنا يا استاذه نيلي من، لو الناس دلوقتي شافت ارقامك وكلمتك هتعمل لهم خصم لا ولا؟ هعمل لهم تخفيض عشانك يا استاذه لا ما مروه. ينفعش، انا شكرت فيكي على فكره لا للناس. والله هعمل لهم تخفيض. ما ينفعش، عايزين كده ايه، بص يعني برنامج فكره كده يكون على حسك، يعني انا انت طلبتي متشكره مني ان جدا شغلك يتعرف، يا رب، متشكره وطلبتي جدا مني ليكي. على ايه يا حبيبتي، وطلبتي مني ان الناس تشوف فكرتك وتعرف شغلك. وعلى فكره يا جماعه بجد هي شغلها حلو والله، زي ما انا قلت لكم انا جربت الفيلر بتاعها حلو جدا، والشعرايه فعلا فعلا حقيقي فعلا ادتني فوليوم وبيفتح على فكره الشعر. انا كنت مستغربه وانا بقول لها هو الشعر بيفتح قوي كده ليه، بس هو فعلا انت قلتي بيفتح كام درجه؟ بيفتح درجتين. درجتين صح؟ هو كله بيبقى كده صح، البوتكس الفيلر كله الشعر بيفتح كام درجه تقريبا؟ انت قلتي درجتين كله درجتين. كله. درجتين طيب عشان كده اللي وكله بتصبغ لازم الصبغه ان انا اعملها في الوان بتتعمل قبل وفي الوان بتتعمل ايوه بعد، بالظبط. طب كلمي الناس بقى عن الموضوع يعني ده. الصبغه اللي هي القبل اعمل من البني للاشقر، اللي عايزه بني اشقر لحد الاشقر تتعمل قبل، لكن طيب الغوامق والاحمرات والسيلفر والحاجات دي كلها بعد هو اصلا الجرين. مش صعب الصبغه مع الفيلر او مع البوتكس كله كده ما مع هو لازم بعضه؟ اريح الشعر قبلها باسبوعين، يعني انا قبل ما اعمل الفواتح اعملها قبلها باسبوعين واريح الشعرايه واقوم بادئ اعمل البروتين، والغوامق والغوامق برضو بعدها باسبوعين اعمل البروتين وبعد كده اعمل باسبوعين اقوم عامله علشان اريح الشعرايه خالص يعني اسبوع. تمام خلاص، شكرا يا استاذه نيلي. زي ما شكرا قلت ليكي لكم يا استاذه مروه. ارقامها طبعا شرفتينا، ارقامها طبعا ظهرت عندكم يا جماعه، تواصلوا معاها بجد. بنشكرك شكرا ليكي ونورتينا يا في استاذه برنامج مروه. فكره، وزي ما انا قلت لكم شعرنا فكرتنا النهارده مستقبل بكره يا جماعه. اي حد عايز يوصل فكرته للناس احنا بنوصلها من خلال البرنامج ده، بنوصلها من خلال فكرتنا، وزي ما انا هرجع اقول لكم فكرتنا النهارده مستقبل بكره. استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله، مع السلامة.